لم تكتف السلطات الإسرائيلية بترحيل وتهجير أهالي النقب فحسب، بل سعت وما تزال على قطع أواصر التواصل بين المواطنين العرب الفلسطينيين في النقب. جيت في الوقف الاحتجاجية هذه بسبب ما صار معنا في المنهال رهط. قدمنا على ضحية 4 في الدلوم، إلنا 12 سنة بنعاني إحنا وولادنا، الحين أولادنا صاروا كبار، إحنا لسه عايشين بس في دار واحدة، 30 نفر 40 نفر بس في دار واحدة، هذا ما بيصير. ونحن نعاني، أنا كشخصيا أنا أعيش وأنا وأبنائي في غرفة واحدة مع الأهل، في الأهل، واليوم عمري 45 سنة وابني عمره 25 سنة في غرفة واحدة، لا يعقل هذا الكلام، نريد حل جذري لهذه المشكلة. وفي آخر فصول هذه المحاولات عبر العشرات من سكان مدينة رهط عن استيائهم من عدم القدرة على البناء في قسائم أرض اشتروها، ليكتشفوا بعد ذلك أن ما يسمى بسلطة أراضي إسرائيل تخطط لتهجير قبيلة بأكملها إلى هذه الأرض لتخلق بذلك نزاعاً بين العرب أنفسهم. أتوجه لجميع الجهات المختصة أن يحلوا هذه المشكلة، وإذا لم تحل هذه المشكلة سوف تؤدي إلى صدامات، والصدامات هذه تؤدي للعنف، ونتيجة العنف أشياء غير مرضية لكان لأي طرف إن كان. هذه الحالة التي وصل إليها هذا النزاع تظهر بشكل جلي الصورة التي تعمل من خلالها السلطات الإسرائيلية في النقب لخلق الأزمات المتتابعة بين العرب لإشغالهم عن النضال الأساسي ضد تهجيرهم واقتلاعهم من أرضهم.